أكيد مش نسعى وأن نفوز بمباراتنا، أن نترشحوا للدور المقبل ضد منتخب محترم جدا، منتخب أكد أحقيته بالترشح للدور الربع النهائي من خلال الدورة، من خلال بداية الدورة هذه نتاع موريتانيا، ومن خلال أحقيته أيضا بالترشح في الدورة الترشيحية اللي كانت في تونس. يعني الفريقين يعرفوا بعضهم كما ينبغي، الفريقين عندهم حظوظهم. هذه مباراة أجوار، مباراة ديربي بين تونس والمغرب، دائما ما تكون مباريات مشوقة، دائما ما تكون مباريات فيها تسابق وتلاحق في المباراة، فيها معناتها مستوى فني محترم. والأكيد الترشح معناتها الفريقين عندهم نفس الحظوظ، 50% 50% للترشح، والترشح باش يتحسم يوم المباراة، اللي يعني يقوم بأقل أخطاء، اللي يكون أكثر مركز، اللي يكون أكثر جاهز على جميع المستويات في الجزئيات الصغيرة في المباراة، هي اللي بتحسم الترشح، باش يكون من الكفة التونسية إن شاء الله أو الكفة المغربية.